قوم دمقطع يا حبايب طارق الباشا، نزل ديستراك بعنوان فيك على 3 يوتيوبر كلش كبار. يا حبايب عندكم تحدي كلش ناري، واللي هو انه اول واحد راح يعرف من هذول الاشخاص المتسوسين ويكتب له بالكومنتات بالوصف طبعا عنده يا حبايب المقطع راح يربح ايفون 13 برو ماكس، واللي هو الايفون الجديد اللي سوى نازل تقريبا. فالكل يا حبايب انزل على الوصف ويدخل على الرابط وروح يسمع الاغنيه مال طارق الباشا ويكتب الكومنتات من الاشخاص المتسوسين. انتو فيك خد لك بريك، شوف انا كيف من هون بن هيك جر. الخبر الاول عادنا عن سفر اليوتيوبر. اول شيء يا حبايبي اللي هو نارين بيوتي ونورمار وسفرهم لتركيا، فنزلوا شويه ستوريات هم كانوا من داخل المطار وبعدين بواسطه تركيا من داخل تقسيم. يا حبايب كانت نارين بيوتي تمشي ويا نور. ابد غلط، من احكي تركي حلو بس غلط. شو غلط؟ لفظك غلط افندي. سندي لسن الله الله. طيب هذه فترة طلعت شوية اشاعات يا حبايب لنارين بيوتي ونورمار ممكن لكم علاقة حب بيناتهم، لأن ماكو سبب معين خلى نارين تجي تركيا. الكل يكتبوا لنا يا حبايب الكومنتات شاركوا بهذا الخبر وش قاعد متحمسين الأشياء الخرافية راح اسويها نارين بيوتي بتركيا. أما بالنسبة لثاني شيء يا حبايب واللي هو محمد جواني وعايدة وسفرهم لدبي، فنزل هذا المقطع محمد جواني على التيك توك اللي هو كانوا من داخل المطار قاعدين يسافرون لدبي هو وعايدة. هل تتوقعون يا حبايب هذه بداية راح تكون صلح بين بيسان اسماعيل، خاصة انه هي حاليا اكو مشكلة بينه وبين انس الشايب ويا محمد جواني؟ ما ادري صراحة اكتبوا لنا بالكومنتات شنو توقعاتكم لهذا الموضوع. ننتقل حاليا ليارا وليش هي صارت تبكي بسبب ايمو مان وبنفس الوقت قمر الطايف. فأول شيء يا حبايب هي صارت تبكي بسبب ايمو مان بسبب انه هو خذلها نوعا ما، صارت تقول له اشخاص انا امنت بيهم وثقت بيهم ولكن هم باعوني عمود المشاهدات ويرجع القمر يصور وياها. شوفوا اللقطة. أنا هذا الشيء ما بحب أطلع للمتابعين أبداً إني أنا ضعيف مثلاً أو بكي أو قاعد على نفقات. لا أنا عن جد أحياناً بيجي لحد أوثق الناس يكون يفكروا كرتون عائلتي الثاني أو حدا بحبه كثير بحياتي، وأنا أصلاً يعني عندي أهم كنت بالدنيا كلها، وفجأة هيك بدون أي سبب بيتركوا أو بيغدروا لسبب معين ما بعرف شو هو، وبفوت أنا بحالات اكتئاب وهن ولا بحسوا حتى، بيروحوا هن مشان شغلات بايخ مشان مشاهدات ولا مشان شغلات تافهة ما بعرف شو أحكي. بعد جد حياتي ما طلعتوا بكيت هيك، في شغلات بمر فيها ما بقدر أحكيها لحدا لأنه شغلات بتخصني إلي. مشتاقة؟ لا 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 أبدا ماني مشتاقة لحدا، أنا بزعل إني أنا بكون عاطيتهم ثقة كبيرة يعني فوتهم على بيتي ومنيمتهم عندي وطعميتهم ومأكلتهم مع عائلتي ونكون سهرانين وأيام كتير سوا، وفجأة هيك بدون أي إنذار بيتركوا هيك مشان مشاهدات ولا مشان مصلحة سخيفة. ما بطلع ببكي على السوشيال ميديا لحتى ما يقولوا عم تعمل دراما لتستغل الشهرة أو لتستغل مشاهدات هيك. نروح حاليا لخلاف قمر الطايف ويارا كوين. القصة كلها بدت يا حبايبي لما القمر الطايف طلعت ببث مباشر، بهذا البث المباشر صارت تقول انه يارا هي كلش ساءت بسمعتها واذتها ومدري شنو. احطكم اللقطة. جاهين هذا التعليق ايش زعلتي انتي وما راح اقول الاسم. من احد يحكي عليكم تمام، يحكي حكي مين حكي، حكي وصخ يشوه سمعتكم قدام كل العالم السوشيال ميديا، هذا حترجعون تحكون وياه يشوه سمعتكم. شوف اكو فرق، مو يغلط بحقكم، يغلط بحقكم يشوه سمعتكم وبرا السوشيال ميديا هم هواي سوالف، يعني كذا كل ما احترجعون تحكون وياه. فبعدين قمر طائي يا حبايب فتحت بث مباشر وردت على هذا الموضوع، صارت تقول انه قمر طائي هي الكذابه انه هي اللي اذتني وانا لا شويت وسمعتها ولا شيء وغدرت بيا. انا اوكي راح اقرا السؤال بس ما راح اقراه كله لانه السؤال مثل انه هيك قصه، في ناس تحكي عنك انك شوهت سمعتهم. اوكي اولا انا ما حبيت سمعت حدا ابدا، هن اللي شوهوا سمعتي اول ما انا طلعت من الفريق اللي أساس إن كانوا رفقاتي فعلياً هم اللي طلعوا جوا وسمعتي. بعدين لحد أنا إنه دافع عن حالي وأطلع أنا يعني. بس أنا طلعت دافع عن حالي سووني إني ألعب صور سمعتهم. أنا طلعت دافع عن حالي مثل ما هلا سبق ودافعوا عن حالهم بس بتشويه سمعتي. فأنا رديته بس لا أكثر ولا أقل. تمام. فكتوا لنا حبايب بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر وانتم ويا قمر الطائي ام ويا يارا كوين، وروح حاليا شيرين بيوتيوب تاكدها انه الصلح بين نارين بيوتيوب وفلوكس وماكو مشاكل بيناتهم. في شيرين يا حبايب نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي كان حاطه بيه اغنيه مون فلوكس الجديده يا حبايب اللي هي فريش، قاعده تغني عليها وترقص عليها وتقول اي ميس يو يعني انا كنت اشتقت لك المون فلوكس، هو رد عليها انه انا هم اشتقت لك. فهذا تاكد يا حبايب انه بينها وبين نارين بيوتي بين مون فلوكس ماكو اي مشاكل. واكتبوا لنا بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر. وبالختام يا حبايب رابط اغنيه طارق الباشا بالوصف يا حبايب الكل يدخل عليها في الجرجه
ملك القصص وتوقعوا من هو لخصم 60 عم تربحون الايفون وبس. شنو كفايه زي ما قالت ملك القصص، احبكم ومع السلامه.